لقاء دوري جمع اليوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض في السراي الحكومي، خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه. وأثر اللقاء أعلن الوزير فياض أنه وضع الرئيس ميقاتي في أجواء التقدم الحاصل في ملف الكهرباء، وتطرق إلى أمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا قبل نهاية العام، كذلك إلى توقيت توقيع الاتفاق مع مصر الذي يشترط أن لا يتنافى أو يتنافى مع قانون قيصر، الأمر الذي يتطلب محادثات مع الجانب المصري. كما تناول الطرفان شروط التمويل مع البنك الدولي، وغالبيتها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان، مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام. يمر القطاع الصحي الاستشفائي بأسوأ أزماته، فلا هو قادر على الاستمرار ولا على التوقف عن تقديم الخدمات الطبية لمرضاه، فيما يتخوف المعنيون من بدء المسير نحو الانهيار الشامل. للإضاءة على هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان الدكتور سليمان هارون. أهلا بك دكتور. أهلا فيك، شكرا. نحن في موسم أعياد وفي ظل عودة كورونا إلى الواجهة، هل تتخوفون من تكرار سيناريو السنة الماضية؟ أكيد، يعني نحن عندنا تخوف كبير جدا جدا، ونخشى أن يكون الوضع أسوأ من السنة الماضية، لأن المستشفيات حاليا هي أقل جهوزية بكثير مما كانت عليه، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية وأوضاع البلد كعموم و ما مر علينا خلال هذه السنة. وبالتالي فإن المستشفيات عاجزة عن أن تواجه موجة من الكورونا شبيهة بالموجة التي كانت السنة الماضية. مستحيل أن نستوعب نفس الأعداد التي تمكننا من استيعابها السنة الماضية. وإننا نحذر من أننا على أبواب كارثة كبيرة إذا ازدادت أعداد الإصابات وزدنا موجة للموجة التي كانت في الشتاء الماضي. أنتم اليوم أصدرتم بيانا حذرتم فيه من كارثة صحية محتمة، ما هي الإجراءات التي قد تقدمون عليها إذا لم تنالوا المساعدات المطلوبة فورا؟ لا، نحن ما عندنا، يعني ما عندنا ردات فعل، لسنا في صدد ردات الفعل إذا لم يفعلوا كذا نفعل كذا. لا، نحن نتكلم عن واقع، نحن غير قادرين عن استيعاب موجة جديدة، وبالتالي فعلى المسؤولين عن هذا القطاع أن يجدوا الطرق والوسائل التي تمكن المستشفيات من الوقوف على رجليها ومواجهة موجة جديدة. نحن لا نستطيع لوحدنا أن نقوم بهذا العبء. نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، شكرا لك على هذه المداخلة.